لكن ما دام يترتن تاي باركتين دسرتقل ما هكل كبيرة وده قولي ستان واسرتقل وفق عاو قولي ستا ده الله أعلم لبو غيره إنه نقوم دورك بيزنس كيسو قولي ستو بولش برودكشن أنا كدولة فكرة أكو عصوب جيجة سلامر كان أفكسد فكرة هلا بركو ده هني هاي قيمتك كمان دم بس تهاي وحنكو قيمة بقولك بتطبعت بسي بقولك بتطبعت أبد ما سنتين كان أنت كوباد فاينل تو وريد السنة بحكو صوب بحي نظيف كلينة حركيني يا ده سماء وحنسي سديتن بقولك بسديتن وات هاي إن إبراهيم سعيد ده سماء هورتي ده فكر وفكرة ده هورو تشري قيب كأ لكن فكر مدن إن أدل بوجاديو شخصيا نادي نعيا بدن أنا جوانا بوجي وحن كوكين بقول كي بشني تطبعت منسي بقول كي بشني تطبعت وات هاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا تيوعا وانا سيد داود الكسور وهذا برنامج كترتك على بورك جناحسي جناحسيدك اللي دوينا ذلك تمند الشمال لان سيد عنك هو برنامج كترتك على بورك جناحسي وصلت كسوة قبته بنك عالمي هي بريمير بنك on أدي هذا قوم هذا غنيسه ودانير تودي رجليه وحين وجودك لنا قيمين تي ودم بيشي جروب يدي هوري لبدي جروب هوري ترتمي رنتي وح صابني جناحسي هذا حس بدن وحن شعلة احنا وجودك نقول كنوا يدين دنا بالماركس كايك kalaalan idu ko markaas si feer idu ku noona halkan ugu la socodana inta shaashada ka daawanaysay inta madashan ugu la suganba en afarta horeeya 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ku tartamay waxa kala yeen lambarka koobaad waa dalba food en lambarka labaadna waxa uu ahaa kooxda bulsho production halka lambarka saddexaad ku tartameen kooxda bafia service lambarka afraadna nadiif cleaning أفرتينا سنة شال مركون تجده بالدبع هل كانت كيشان إن دي يجو قفل بقي مين تيو سمي يجو نشوجين إن خبرنا هل كان فردي جاي إن عبد الكريم إن عثمان وأهني اللي بعرف تيا قويانا قرانا واحد شال أي إن خبرة اتكفى هيدين تيو شوالا يسيني عبد الكريم كواحد يوري شيء دلب فود قيمين تمحات سيس دبع ما ماركس كات سيس مركات شوالا هدي لقي ستي بسم الله الرحمن الرحيم روتي أرجعنا وارحنا أضياد aan ugu faraxsanahay in inay dhalinyaradeenu ay run yeeshaan iyo han ay businessyo ganacsiyo ku sameeyaan oo qaar badan oo ka mid ah ama kulliginba insha Allah dadna kuman rajeynayaa inaad guuleysan doontaan oo businesskiina ganacsigiinu horumar sameyn doono idinkuna aad ka faa'iidi doontaan dad bulshaduna ay ka faa'iidi doonto laakiin maadaama ay tartan tahay maaragtayan suurtagal maaha kulligin bayna wada guuleysataan واسرتقل وفق عاو قوليستا ده الله أعلم لبو غيره إنه نقوم دورك بيزنس كيسو قوليستو لكن أنا أقول ما ركتي ده عقل جيجا كوبان إنتي أنا ما ركتي وحكو قيمين إني وحكم ده وحلا يدي كناسيادو أفر أريمود بوجو مهم سن إن ماركت إنه يشيله وولي بده ماركت ده سوق سايز أما ما ركتي ده حجم جيس وين هاي إنه شيرو إن أيديو مركا أما فكرة جناسي أو ده وافقسن سوقاس وما ركتي مركا إن ده كبعسة ما
مركز مجيري كرا لكن هداني فكرة داد وافق سنين أما دي فولين تساد وحوب ماركتي وحاسور تقلين الكالة دي ماركتي كوزور تقل ويدو قضب كا صدحاد وحوي إن هذا هزيتيد إن أقوم إن أدقول لها هاي أركازات فكرة كاقو ماركتي كوزور سليسين هاي دادنا إن أدي سكرتي دو تيم كوحين أدي سكرتي دي هاوشو غلو فوليس إن تاوضا ميسانا وحوي فولينت عدو البوي ماركتي ماركت مجيري كرا إن فكرة في عنوات كيني كرتا تيب في ماركتي في عنواد هلي كرتا لكن واحد كوسو عروري سمو فلينيسا أو دي أرنكي سي علمي سن مو شقين طونا هدي حسابات كي تاي هدي ماركتي وضا شقين تاي هدي كارغرين تي معميشة تاي هدي ماركتي بيزنس كي مكوب عين كرتا أفر تعرف مدو قومي هبسا مركا إنك استوانا سؤالها كل يدي ويدينا وقت ويرا هدانا فكرة هزوي بوچيري مركا عندك سيني أفكار تينا بيزنسي هذه هذا عجيبة أيا ماركتي يعني آد كنتين وان مركا واحد كوسو كوبيا دالبا فود دالبا فود ستيتن بان بقول كيبا ان كوكيمي بيزن داريغا ها ما سنتهي عبد الرحمن على هرسي كوحدة دالبا فود او كالت كوات اما ترتمي كوبا دها ما هاتو قيميسي انت تسيسي ان وحان سي تضباطا بقول كيبا تضباطا وات هاي ابراهيم سعيد كوحدة دالبا فود بارك هذا يكتايا ديجي سوبر ديجيني يشغل دي قبتان ما هاتو قيميسي كانت مركز كبير عندك ني قطب بدي هالبيج إنه ها إنه كوكي ميني ني دقيس كوجنا إنه أدو دوجني شخصيا أنا أروح كوكي مي طلب فود بقول كي باللحد ماشي بقول كي باللحد أدو ما سنتهي كوحد الله بعد بيني يجي دونا يجونا وريجا كوبات ما أفرتها جروب أفرتها كوحد جروب كوبات كتر تمي يي إن وكانت الله بعد وح كتر تمي شيء كوحد إن بلش برودكشن een waxaan ka bilaabi doonaa markana abd alrahman al hasan ka bilaabi doonaa oo dhaxda ku jira abd alrahman kooxda bulsho production markaad eegtay barnaamijka soo bandhigeen iyo sidee ay u difaaceen maxaad qiimeynta ku siisay ee kooxda bulsho production waxaan siiyay lixdan waa time een abd kareen een ismaan bulsho production waa business maxaa hadayaa fikrad ganacsi oo runtii qiimo badan een waxaan uun aan xoga een aran hubin scalability ga macnaheedu sidee u fidi kare u ballaaran karto ganacsigaasi waayo waxaan maalintii loo yaqaan labor intensive dad badan bay u baahan tahay baahsha qabta laakiin waa fikrad qiimo badan hadii qayb kamid la maalintii la automate gareen karo waa runtii waa business deeran tuna ay process ki ay maalintii martay een inoo tustay marka boqolkiiba sideetan baan taana si adba ma satay ibraahim saciid bulsho production oo ahayd kooxdi soo saarisay dhinaca decoration iyo xeba u baxa qorhintiyo giftiska xafladaha maxaad siisay bulsho production anoo ka duulay fikrad oo ku cusub geyiga isla markaana afirksad fikrad halabur ku dheehan yahay qiimeynti kama dambaystahay waxaan ku qiimeeyay 170 adba ma satay een waxaan gudagali doonaa kooxda saddexaad ee groupkan koobaad afartaa ka socota oo lambarka saddexaad ku tartamaysay waa kooxda Bafia Center Service Bafia Service waxaan ka bilaabi doonaa Ibrahim Saciid waxaan ka bilaabi doonaa markan Ibrahim Bafia Service oo ah een channel Bafia ama waxyaabaha lumay ama waxyaabaha la helo labada shuxira maxaad siisay qiimeynta markaad eegtay bandhigoodii su'aalahoodii jawaabahay ay keenan Bafia Service markii aan qiimeeyay anoo ka duulay halbageedii qiimeynta dhageyshigoogii bilow ilaa dhamaad natiijadii kama dambaynta tahay boqolkiiba 80 ayaan siiyay anigoo ka eegay fikrada oo aad bulshada wax badan ku soo celinaysa qaybtii samfalkuna aan ka marnay waa tahay aad baa maashantahay een Cabdirmacal Hirsi maxaad siisay kooxda Bafia kooxda Bafia waxaan anigu siiyay 15 15 waa tahay een Cabdikariin Cismaan een Bafia een fikrada Bafia runtii waa fikrad een hadii si fiican loo maamulo oo xagga tiknoolajiyadana maaragtay in si fiican loo qaabeeyo arrinkaas kulli waxay soo gelaysaa dhinacyo sharciga la xiriira iyo dhinacyo la xiriira maaragtay dee booliska iyo amniga arrimahaas laakiin waa fikir aad u fiican waayo dee waa baahi jirta oo dadka waxna way ka lumaan dad baa luma arrimahaas way jiraan anigu fikirka waxaan siiyey 190 aad baa maasantay waxaan gudageli doonaa tiimka afraad ee gruubkan koowaad u dambeeya waxa weeye
كوحد اللي راه دو نظيف كلينين نظيف كلينين واحد كبلابة يا سل عبد الكريم عثمان عبد الكريم نظيف كلينين أو كشغين شيء قريب تنظافة ده لو شغيها يو قف كشغل دونك هذا ما هاد شيء سيء ما خد قيمة سيء مش ولا وده ديجست فكر كاسين أو فكر هذا قيمة بدن روتي وحنا نادي سوتشيتي إنه شغال يسين دد بدن هو ماركتي لكن يبدأ دين يريهن إنه صرت قلت إنه شغال كيلان وفكر لكن ده شيرو ماركتي وحنا صرت قلت بيزنس كاس إن كومبيتيشن بدن هو بيشو وحنا كالسعر واي بافيه يمركن قيمين يي نظيف نظيف كلينين أنا كي إيجي إمبلوي ماركتي شغال يسين تا يفرصة هذا دد كي هليان kinsa dad oo hore u sheegnay waa tartan 80 baan boqolkiiba aan sii waa taayadood ma san tahay abdah rahma alahis ee nadiif clean waxa sii 70 waa taay en ibraahin shiid nadiif clean company kadib markii aan qiimeynta aad uga baaran dagay dhageysigi xogtana aan dhugtay halbeegyadina aan ka duulay eegay shaqaaburka balaadhan oo sameynayo oo ah dhaqaalaha sawaxan kale ee dad badan ay ku soo xidhan karaan iyo danyarta uu adeegayo iyo baahiyaha xagga shaqo la'aanta ee dalka ka jirta qolkiiba shan isteed qolkiiba shan isteed aad wada maasan tahay ee waxaa diri jeenaya in 14 team ee la qiimeeyo groupkii koobaad ahaa aan halkan ku kala saarno natiijadii dambeysay oo gudoomiyuhu uu kooxdaas ku oo halkan isu geynteen oo hayay oo idinkuna aad arkayseen kolay mobilada ku qoreysan si ahayd gudoomiyaha jaalan ku soo dhaweeyo kadibna kooxda afraad ee afarta kooxood kooxdi guuleysatay ugu dhibaca badnayd in uu nala wadaago in aad iyo aad maasan tahay ee leedina karo waa la idin sheegay ee hadii dadku yaacaan oo tartamaan marba inuu baa in maalintii soo baxda qofkii inta soo baxana hadana wareeg labaad buu tagayaa wareega labaad daftigiisana waxaan la hubin rag kale isku arki doonaa ama in hadduu caawa soo baxo macnaheedu maaha marka runtii waxaan ku faraxsanahay afarta kooxood ee imika la sheegay afartuba tiradii laga doonayay waxay ka dhimeen oo aad u kooban yihiin taasoo macnaheedu yahay dadaalkiinii iyo waxqabadkiinii iyo bandhigiinii midna mu khasaare marka macnaheedu waxa weeyaan haddii la igu dhahdo afartii kooxood iyo guuleystay afartuba way guuleystay sababtoo ah afartuba way dadaaleen halkan waxay uga baahan yihiin waa dhiirigelin iyo in ay ku guuleystaan waxa kooban ee la bixinayo laakiin waxaad mar walba ku talagelaysaan boqolaalka kun ee daawan doona in laga heli doono dad kale oo maalgeliyayaal ah oo fikraddiina intay xiiseeyaan iyaguna qayb ka sii noqon doona haddii ilaahay yahay marka afarta kooxood ee hore hal koox baa soo bixi doonta afarta kooxood ee dambena hal koox baa soo bixi doonta labada kooxood ayaa waxay tegi doonaan finalka haddii ilaahay yahdo afarta kooxood ee kale ah dambe food bulsha production rafia surface iyo nadiif cleaning marka la isu biiro macalimiintu xisaabtii ay soo saareen waxaa kaalinta afraad iyo saddexaad wada galay dalba food iyo bulsha production halka kaalinta labaad uu ku jiro baafiya surface kaalinta koobaad ee finalka u wareegsan waxa ku soo baxay nadiif kaliini xariijinayaa inaad u hambalyeysaan qofka soo baxay saddexdiina kale dadaalkiinina marnaba aanu khasaarin ee guusha aad joogtaan aad baa mahadsantiin waxaan jeclaan ka waxay tahay saddex kooxood oo saddexdooda si fiican u tartamay caawa dadaalay saddexdana waxaan jeclaynaan in halka magacyada kala wadaago waa kooxda waa dheesame oo u tartamay suldaan oo dhinaca garabkayga xiga alen bukis oo isaguna inanka dhahaa oo ganacsada dhahaa iyo sidoo kale diamond deep cleaning saddexdana waxaa jeclaa inaan siibkooda kala qaadaan waxaan ka bilaabi doonaa ibraahim siid baa marka ka bilaabi doonaa kooxda ku tartamaysay alen food oo number 5 alen bukis alen bukis oo number 5 ahayd markaad ay misaadiga bixinayaan oo ahayd buuga agtiin ay iibiyaan maxaad siisa alen bukis qiimeyntii guud ee aan siiyey waa 175 أنا والكمشن يتبات أدوه ما سدك عبد الرحمن الحسن
أنا بوكس فكرة في عن أي سوقت بيان وأنا دكابة أو إنه يقون تودي سنتو رنتي ويتدار يعني مكاسي أنا أقول قرابة أنا هو يروح ماركة سكوب أخبارنا هاي إن أمريكا لكن ويبدأين هي بوكس وبيسكو أمريكا إن أدو innovation معنيه يو scalability business كونه كبير كرا هذا هل كام ما دريمين سيدا وجد بقول كي بتتباتن أدل ما سنتين وتعي وحقيلي دونا كهذا كله diamond deep cleaning ويجونا قيبه النظافة كشقيني وحكبلا بيا مركن سل عبد كريم عشمان مكبلا بيا عبد كريم كهذا diamond deep cleaning مركه ذيك تي قاب كوش شقيني شقده هيان محاد سيسي قيمته هذه وأرجع للنيرة هاد الدالية وحاول حقا على بتوالي كي تشتاين يدي بس كاسي وباشنو يعيش لأن سواش يدي بكويدي لكن وأرجع للنيرة هاد الدالية رنتي مظنا وأنا صرت كره دي بيزنس كو كبعه إني ما ركتي ود أي شالدان وبيزنس كو ساو كبعه مركز كل كيف سديت بان أيسي كل كيف سديت هذا وسعد ما عليه دايموند ديب كلينين أنا جو حانسي لحدن ولكي بالحدن إن إبراهيم سعيد دايمًا ديب كلينين وحنسي بقولك بالبيستيت أدوض مع سنتين واحد قال لنا كهذا صدحات وهاي كهذا هو جامين السلطان وأهل ده السماء عبد الرحمن الحسمة كبلابة يا عبد الرحمن كهذا ده السماء ودين عجائز كش خلاص يعني كخلر كتب تلاه نوم إذا بوصل ما يان وبوفنتي لقى مار ما يوم حاد سيس مر كاتي مش إن ده السماء وحنسي سديت ولكي بالسديت وات هاي ان ابراهيم سعيد ده سمه هو روتي ده فكر وفكرته هو روتي جري قيب قاه لكن فكر مدن ان اد لو بغاديو شخصيا انا دنايه بدن انا وانا بوغي وحن كو قيمه بقول كي بشني تطبات تمسي بقول كي بشني تطبات وات هاي عبد الكريم عثمان مركا دغتي كوده ده سمه او ايد كوده دنبيشه جروب كان سدحا جروب كان لباد ما تو قيمهش ya sabab waan in karti badan weeye in ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ku guuleeyo dadaalkiisa in todobaatan qolkiiba qolkii todobaatan aad baad ma shantiin in wali daawada waxa ku jira barnaamijka xisaab badan ee tartanka laburka ganacsiga oo sanadka soo qabta bangiga caalamiga ee Premier Bank waxa ku jira qiimeyntii u dambaysay ma gruubkii saddexaad gruubkii labaad ay ku tartamayeen saddex tartame waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha barnaamijka in saddexdaasi ganacsi oo runtii halkan codayntooda ka maqleysheen inuu natiijada dambaysan ugu dhawaaqo aad iyo aad baad maasan tahay mar kale hadana waa ku celinaya badiyaabo waa bahdeen ujeedkuna waa uun in runtii qofku inta aad waqti geliseen inta aad diyaariseen inta aad ganacsiga ka shaqeynayseen inta aad runtii maskaxdiina shiilayseen ba ayaa guul iyo ku filan saddexda kooxood ee kala ah dheexsame iyo diamond deep cleaning iyo alien books oo runtii saddex fikradood sideedaba waxa la yiraahdaa deegaanacsigu waa inuu daboolo baahi bulshadu ay qabto mid waliba waxa uu daboolayaa baahi bulshadeena ay qabto bulshadeena runtii marka la eego wada baahi baynu nahay marka in qofba meel u qumo oo mid akhriskii iyo buugaagti u qumo midii nadaafadii u qumo midi qurxintii u qumo waxay ka turjumaysaa in dhalinyaradeena runtii ay soo jeedo sidii hor dhacaan ku sheegayna in 800 oo ganacsi tartankan ay soo codsadeen waxay ka turjumaysaa sida dhalinyaradu u shaqeynayaan iyo sida ay baahi ugu qabaan runtii in la dhiri geliyo kaalinta saddexaad saddexdan kooxood ee soo haray kaalinta saddexaad galay waxay heleen 159 waa kooxda Alien Books kaalinta labaad 222 waa kooxda Diamond Deep Clean ugu dambeyn kaalinta koobaad oo final u gudbay waxa ku guuleystay dheexsame oo helay 222 harajeynaya bahda Alien iyo bahda Diamond Bay u hambalyeeyaan walaalkood oo runtii final u gudbay waxaan u rajeynayaa wareega dambe oo ka sii adkaan doona sidan iyadana dadaalkeedii inuu la iman doono idinkuna in mar walba aad dareentaan inaad guuleysateen maadaama oo saddex stage in markii hore 800 ganacsi la idinka soo dhex xushay
هذانا بقول جناسي أو سوق بيجي وراقيه اللي ذيك صار لحق وشيء هذانا وريجي كبار ده صار قشان أنت هسيب رنتي قول بيدين هيد أدي أدنى وما سنتين أدنى وما سنتين قدومي أي حمنا قد جاء هالكنا في الوقت هو دقالي أنا صورين خلاص هران دلليرت هسي جناسي كتر تمشي أورنتي جناسي هذا قيمة بدل صوب بندقي وحرشيني بلشت برامج كداون الساين جناسي ده يديري قليان أنت كران كودا قف صوب برامج كقريب قاعدة كرا فكر تلا يتشارا أنت با ديار بنا هاي وحن هم بليان يا أنتي قولشتي وحكالون أنت شعلين قريب تنكو شو قبقبينو قولشتي ودنبيوها ده سمع وها ورقي لباد أنت شكو شو قبقبيني وحن شعلين لسي دويسان صعب كلو دويسان نعم شيء نترتك على بورك جناع سجى داود يا لين تحس يعني شايلين كوسو قبل قبلينه وحن سجارة وقوم ما هنقنا قدومي يا برنامج كحمس عمر كتشوق إن عبد الكريم عثمان واحد باريا قويهن إن عبد الرحمن علي حرسي برالة وسونا نتها برا رنتي جناع سجنا قيب كا إن برنامج جديد وسونا دقلي هنا هنو ما هنقنا يا دليرتها مرتدى نوع هاي برنامج نقله قيب قادم هول كنا قلنا سجنا وقت يودي قال جاني شيء أخيارته يجون يسكون سهولين نترتك إن حرفدوه ده صوب بندقان يدد وينها كلا شاشة هذا كده دعوانا يا يور بهين تجودهم بالتبسيط برامج كان وعسك على رغم ما هن غيا بعض يقولون برامج كصور ذي مقالات قروح بدين أو دبي لما أنتي وحشلي إن كوكولنا برامج كله حسابنا بشبرك سين ربنا تا يتتكين أو سيتوكتين أو سعداء هبين وعن أو ونسين لما أنتي وحشلي كده في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا السفر كي تركي كصعداء كهرع لعكت أنت اللي سفر لما جل كري، وحن دوني لعتينا كوسي ديبو سأدي قصة ضبطرته، وهدهوي، تلفك عروتها كلها هي سه هي قبل واي، ولا على صديقي البحها سكان قطين مانتها هاد ما اللي جت يجي وركا أتكشى كامس، محل عقل قاس ضبطر رأيه تلفن أتقصه هذا شكو جهولة، صوت برين مريم بعد نقطها هالفضين أو هالكي أتكتبه حولها كي كده بس ديسة، أو أنكم بابا كلها لعت عندك تاء ما يجي قصة ضبطر رأيه. بلينا ماري كسو دوالا بريمير بانك محاين كعاوية ايه دي ماستر كاربان وباهانا هادا دلبو و هادا هل واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها